لان هذا الفيسبوك اللي كتفرج فيه ولا الانستغرام ولا الواتساب يقدر يضيع لك الفرصه ديال العمر. السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. هاد القصه اللي غنعاود لكم اليوم تقدر توقع لك انت، تقدر توقع لصاحبك، تقدر توقع لاي واحد كتعرفه، وتقدر توقع لاي واحد كيتفرج فيا. داكشي علاش بغيتك تفرج فيا وتكمل هاد الفيديو لعل وعسى تكون عبره وتكون مثال بزاف الناس باش يديروا اتونسيون، لان هاد الفيسبوك اللي كتفرج فيه ولا الانستغرام ولا الواتساب يقدر يضيع لك الفرصه ديال العمر. اليوم غادي ندوي على واحد الشاب اللي في عمره كان 17 عام، والقصه ديالو كانت دارت بوم هنا في امريكا اللي كانت وقعت في 2019 في شهر 8. هذا الشاب هذا كان تقريبا كباقي الشباب، يعني انسان ماشي جاي من عائله ثريه وماشي جاي من عائله فقيره، انسان عادي جدا، انسان اللي تشوفه تقول هذا راه سيونس مات، انسان شد الاف 1 اللي هي فيزا ديال الطلبه، مشى باش يقرا في الجامعه ديالو ديال الحلم اللي هي هارفارد، وهي كتعتبر من احسن واجمل الجامعات في العالم. للاسف هذا الاخ هذا كان وقع له واحد الحاجه اللي تقدر توقع لاي واحد كيبنت له، ولكن من بعد وقبل هادشي كان كيوقع لبزاف الناس ومازال حاليا يعني كيوقع لبزاف الناس. هاد الشاب هذا اللي في عمره 17 عام، يعني واحد الانسان اللي عادي جدا، نقدر نحط لكم التصويره، نكون ديجا حطيت لكم التصويره ديالو قبل. كان واحد الانسان عادي جدا جاي من واحد البلاصه اللي ماشي شي بلاصه اللي معروفه خايبه. هاد الاخ هذا فاش كان وصل لامريكا وصل الايربورت ولا المطار ديال لوغان، وهذا المطار هذا غادي نعاود لكم عليه واحد النقطه دغيا خفيفه ظريفه. هاد المطار هذا اللي في بوسطن كان هو اول مطار كنزل فيه انا في امريكا، وتخيلوا معايا اول مره كنزل امريكا داروا معايا واحد التقلاب اللي عاجب في شكل كاع الناس اللي كانوا غاديين قدامي، كانوا كيوريوهم الباسبور ديال امريكا الازرق، وانا كنت اول مره جيت لامريكا وكان عندي باسبور اخضر، وغير عطيتهم قالوا لي انت اجي لهنايا، الاخرين كاملين دوزوهم وبداو كيقلبوني تقريبا شي ساعه، قلبوني كاملين، قلبوا الحزام، قلبوا السبرديلات، قلبوا الجين، قلبوا الحوايج، قلبوا لي الكاسكيطه، قلبوا لي الشكاره كامله، لواحد الدرجه كيفتحوا الشكاره وكاي كيبقاو يدوزوا واحد الباراي باش كيشوفوا واش كاين شي حاجه تما مخبعه. يعني هذا المطار هذا وخاد لي مع واحد التجربه اللي ما حملتوش مازال مره اخرى، خصوصا ان الجاليه كثيره كينزلوا فيه ناس من العالم كامل، خصوصا انه انترناشونال يعني مطار دولي. الاخ هذا فاش كنوصل ليه كان هو تفاجئ بهذا التفتيش هذا، وكانوا قالوا له اجي انت لهنايا، درنا واحد البحث خفيف ودخلوا لواحد البيت، لانه فاش كيبغيو يقلبوا كيقولوا لك جوج حوايج، يا اما تقلب قدام الناس، يا اما لو بغيتي يحشم شي حاجه كيقولوا لك دخل معنا لواحد البيت. فاش دخلوا مع واحد البيت لقرابه 5 حتى 8 السوايع، كيف ما كيقول هو الجريده ديال غريسون، واحد الجريده ديال هارفارد اللي معروفه بزاف امريكا، كان كيعاود لهم على انه ما بين 5 حتى 8 السوايع هما كانوا كيقلبوا وكيسولوا وكيغوتوا عليه لواحد الدرجه هو تخلع، وكان مازال صغير وما كانش عارف القوانين ديال الميريكان، ما كانش عارف مثلا الفيرست امندمنت، سكند امندمنت الى اخره، وانه عندك الحق انك تقدر ما تجاوبش، تغوت المحامي هو يتكلف بالكيس ديالك الا وقع لك شي مشكل. للاسف هو فاش تكون تشد الفيزا وكتوصل لمطار الميريكان يقدروا يرجعوك بحالك البلاد، كتصبع فيزا مرفوض وتقدر ما تدخلش، يعني واخا انت شديتي الفيزا في المغرب ولا في الجزائر فما كاينش انك راك ضامن راسك 100% انك تدخل الميريكان، لانه اول مره كتوصل الميريكان كيديروا معك واحد التفتيش. كانوا تعمقوا معاه فاجئوا لواحد الدرجه على انه ان الفيزا ديالك غادي ترفض وانك ما غاديش تدخل لامريكا باش تقرا، وكان تفاجئ وكان تقريبا بدا كيبكي وغوت ما عارف شنو المشكل ديالو. اخر الموضوع نقول لكم علاش الحوايج اللي يقدروا ياثروا عليك وانت ما عارفهمش كاع. القانون هنا ديال الميريكان فاش الانسان اول مره كيجي الميريكان فيزا سياحه ولا فيزا دراسه يرفضوك وما يقدروش يقول لك السبب، علاش؟ لانك انت اصلا كتكون مازال ما دخلتيش التراب الامريكي، انت مازال في المنطقه ديال انترناشونال. ومن بعد فاش كانت القضيه ديالو دار ضجه كانوا داروا بحث وكانوا داروا تحقيق وداروا بزاف ديال الصحف وبداو كيسولوا وبداو كيعرفوا ان الاسباب علاش هو انه كان عنده واحد الصديق في الفيسبوك اللي كان عنده وجهات نظريه سياسيه ضد امريكا وضد بزاف ديال الحوايج اللي هي ماشي بالضروره ان اي انسان كيهضر في السياسه ولا ضد امريكا ولا شي حاجه راه هو الوحيد اللي كتجي فيه، يقدر شحال من واحد عنده في الفيسبوك اصدقاء اللي كيبارطاجيو الشغب، كيبارطاجيو المشاكل، الميادين اللي كيمشيو مثلا يتفرجوا في الكوره وداك الشيء وكيكون الشغب وداك الشيء، راه كاع هاد الحوايج هادو والباجات اللي كتابع اللي تيكونوا غير قانونيه ولا الباجات اللي كيكونوا خايبين، واخا انت ما كتستافد منهم والو، واخا انت درتي موقع ابوني شحال هادي راه يقدروا ياثروا عليك، يقدروا ياثروا عليك بزاف في بعض الدول ولا ما قلتش اكثر الدول، لانه علاش اي دوله خصوصا امريكان كدوله عظمى ما غاتخليش اي واحد يجي، كيقلبوا كامل، كيسولوا عليك، كيشوفوا السوشيال ميديا ديالك، كيشوفوك فيك تكون اونجاجي بزاف. هذا الاخ هذا ما كان عنده حتى شي علاقه مع السياسه، ما كان عنده حتى علاقه مع الشغل، واحد الانسان عادي جدا، لكن صديق من الاصدقاء اللي عنده في الفيسبوك هو اللي كان السبب ديالو باش رفضوا له الفيزا وكانوا رجعوه. قرابه 8 ديال السوايع حتى 10 ديال السوايع هما مسدين عليه في ذاك البيت، والدري كان مازال صغير 17 عام، لواحد الدرجه حتى بدا كيخاف وكيبكي، بدا كيقول لهم بلي انا ما عندي حتى شي علاقه وعيومي زيرو فيه، وعلكم اللي كيحققوا معاك. هما اللي كيقرروا واش غادي يدخل الميريكان ولا ما غادخلش، لان السلطه التقديريه عندهم هما. فاش رجعوا بحالهم كان هذا الاخ هذا ولا كان هذا الشخص هذا كانت القضيه ديالو دارت بوم، لانه بدا كيخرج للصحف، بدات القضيه ديالو كتهز الاراء ديال العام، واكتشفوا انه من الاسباب قلت لكم هما هادو. ثاني حاجه بداو كيكتشفوا انه ما عنده حتى شي علاقه بداك الشيء، وبداو كيشجعوا انه يقدر يابلي عاوتاني مازال على الفيزا الاخرى. كيف قلت لكم في ستيت ولا في بعض الجرائد الرسميه اللي كانوا خرجوا هذا الخبر هذا كانت قالت على انه ستيت جفرمنت ولا ستيت
واحد من القوانين اللي كاينين هنا في امريكا هو انه اي انسان جا لامريكا والله دخل المطار وترفضت له الفيزا فهو ما عندوش الحق انه يعرف علاش السبب ترفضت لك الفيزا. يقدر يقول لك بلي ما غاديش تدخل امريكا، غادي تهز حوايجك وترجع للطياره اللي مرجعك. واش علاش غادي نقول لكم في هذا الفيديو هذا؟ ماشي باش نقول لكم مع قصه اللي وقعت في 2019 اللي كانت دارت ضجه اللي كان بزاف الناس وحتى حاليا بزاف الناس منكم ما كيعرفوش انه الفيسبوك ولا السوشيال ميديا ديالك اون جينيرال تقدر تكون هي السبب ديالك في انك ترجع لحالك للبلاد، خصوصا الا كان جات فيك القرعه الامريكان ولا لك تتزوجتي ولا لك تجي عن طريق قرايه ولا جاي عن طريق شي طريقه يعني قانونيه باش تدخل من المطار. انهم كيكونوا كيسولوا وكيديروا بحث كثير قبل ما تدخل للبلاد. كيف كنقول لكم ديما هاد الناس ما غادلعبش معاهم ما غاديرهاش بهم، هما راه كيكونوا قلبوا عليك وداروا لونكيت وبحثوا عليك مزيان، ما خلاوك تدخل امريكاء الا وانهم ثقوا فيك ولا انه عندك كاع الشروط اللازمه وانه شافوا فيك هذاك الانسان المثالي، الانسان اللي غادي يخدم غيخلص الضرائب ديالو ما غايديرش مشاكل ما غايديرش عنف. الحمد لله داكشي علاش كنشوفوا دائما ان اغلب الجاليه وخصوصا الجاليه المغربيه ما كتلقاش شي واحد دار شي مشكل ولا شي مشاكل. علاش؟ لان الاغلبيه فينا جي لهاد البلاد هادي باش يدمر باش يخدم باش يعاون والديه وباش يعاون راسو وباش يتقدم وباش يعاون حتى البلاد اللي ما نساتوش ودار شي واحد الخير. داكشي علاش غنقول لكم واحد النصيحه اخويه، ان شاء الله الا جات فيك القرعه ولا الا جات فيك مثلا شي زوجه ولا مثلا غادي تجي دراسه ولا غتجي عمل ولا غتجي عين طريقه قانونيه، اول ما امكن الانسان يبقى يعرف شنو كيبوستي في الفيسبوك، كيعرف شكون اللي يتابع، شكون اللي يدير له ابوني، شكون اللي مثلا يدير له اصدقاء، لانه كون اكيد كيف ما وقعت لهذا الشخص هذا وقعت لبزاف الناس. وقبل ما نسالي هذا الفيديو غنعطيكم واحد الصوره، غادي نعاود لكم واحد التجربه ديال واحد الاخت اللي كانت دارت ضجه في اليمن 2019 في اليمن اللي جيت انا لامريكا، وكانوا بزاف كيهضروا عليها سواء في فيسبوك في الجروبات في بعض الصحف وكانت دارت ضجه. الا ما كنتيش عارفه سمعها وغنلخصها لك. هاد الاخت هذه هي والام ديالها اللي جايين لامريكا، والمشكل هو انهم بجوج بهم ما كيهضروش بالانجلي، وخا هي كانت مقيمه للاسف بحكم انها كانت عندها وليد صغير وكان عندها في التصاور ديالها ديال التليفون كانوا عندها بزاف ديال التصاور ديال واقيلا ولا ديال شي مشاكل ديال شي واتسابات، لان خصوصا اي انسان كيدخل في جروبات الواتساب كيتيليشارجو شي فيديوهات ولا شي تصاور اللي هو ما عنده حتى شي علاقه بهم. هنا التصاور اللي كان فيهم شي حاجه خايبين ما بغيتش نقول الاسماء باش ما يتحيدليش الفيديو ديال الفيسبوك. كان وصلت لهذوك البوردرز هذوك اللي تيكونوا كيتحكموا بشكون غيدخل وشكون ما غيخرجش، وكانت ما عرفاتش فين غادي تمشي، اش من تيرمينال اش من بلاصه غادي تدوز لها الى اخره. كانت موقفات غير لواحد منهم وكانت قالت لهم باللي بغيت نمشي وما عرفاتش، بقات كتقول بقات قالت له اوكي شوف التليفون باش نشوف البيي ديال التيكيتا، كتقول لك مثلا تيرمينال وكتقول لك مثلا اش من بوابه من البوابات غتمشي باش تركب في الطياره. للاسف اول حاجه دارت هي فاش حلت التليفون بالمود باس ما طلع لها غير تصاور ديال بين فيهم هذاك الشيء. فالانسان الف وفا شاف هذاك هو خصوصا منهم وقاري واعي، فقال لها اسمحي لي تزيدي معايا. ومن تما ما بغيتش نقول لكم شنو وقع لانه بالضبط ما عرفش بالضبط، ولكن كانت واجهت بزاف ديال العواقب خصوصا عند الفيديوهات ما نقدرش نقول لكم كيف لكم باش هذا الفيديو ما يحيدش الفيسبوك. بدا كيجيني العرق والصدع عندنا هنا بزاف. كنتمنى هذه القصه هذه تكون عبره، فما تنساش بارطاجيها مع صحابك بارطاجيها مع الناس لان هذا توعوي. قلت لكم هذا الفيديو ده القصد منه هو انه الانسان يدير حذاري، لانني انا عارفك انت واحد الانسان ما كديرش هادشي في السوشيال ميديا ديالك كتبارطاجي شي حوايج خايبين، ولكن يقدر يكون عندكم شي ناس اللي مراضين في دماغهم اللي يقدروا يشوفوك غادي الامريكان يصيفطوك شي حوايج خايبين، يقدروا يطاقيوك في حوايج خايبين، يقدر تتابع شي حوايج خايبين وانت ما عندك حتى علاقه بهم. سو داكشي التوعيه ما تنساش بارطاج معك هذا الفيديو هذا باش كلشي يفهموا الصغير والكبير، ودير اتونسيون الله يسهل عليكم ما تنساش بارطاجي معاك ودير لايك. مع السلامه.